طيب احنا معانا تقرير من الشغلانة. الجمهور كره بصفه عامه، مش جمهور النادي الاهلي. هنشوف الجمهور هيقول ايه. هل فاكر محمود صالح او الدكتور محمود صالح او الكابتن محمود صالح؟ يا ريت. ولا هنشوف التقرير هيقول ايه ونرجع تاني بعد الفاصل بقى. احنا بس ناخد الاول نشوف الجمهور هنا ايه. وهو راجل محترم جدا على المستوى الاخلاقي والمستوى الفني، وودى النادي الاهلي كتير جدا جدا جدا، وهو دكتور في كليه التربيه الرياضيه، ونفسنا على طول يتواجد في النادي الاهلي لانه ده بيته. والصراحه هو رمز من رموز النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي، كان واجهه مشرفه لينا كلعبا وخلقا واداء. هو كان مشهور طبعا بانه بيدافع جامد جدا، ما كانش حد بيقدر يعدي منه، وكان بيبص حلو يعني، ما كانش بيطفش الكوره، كان بيطلع كوره حلوه، عمر ما كان بيطفش كور. كابتن محمود صالح دوت من لعيبه النادي الاهلي، ومن الناس اللي هي القدامه، والناس اللي لها كل الاحترام والاعتراف الجميل للنادي الاهلي، وكان من مدافع مصر الاوائل، واللي كان بيحافظ على شباك النادي الاهلي. وفي ماتشات كتير له يعني. يعني النهائي مثلا بتاع اللي كان فيه في كوتوكو ده مثلا، الراجل ده ايوه افريقيا يعني، الراجل ده يعني قام دور كبير جدا في اثناء الماتش ده يعني. محمود صالح الخطيب، محمود صالح ويرأس محمود صالح وداخل وبرجله الشمال يدخل الجول الرابع للنادي الاهلي بمجهود فردي. كابتن محمود صالح من اللعيبه الجامدين قوي في خط الدفاع، وكان في من ضمن المساكين اللي كانوا معدودين في مصر على صوابع اليد الواحده. كابتن مصر مش كابتن النادي الاهلي بس، وكان مدافع صلب، وكان عنده اخلاقه عاليه وحيه، وكان روحه رياضيه وانسان جميل جدا ايام ما كان بيلعب في النادي الاهلي. والله هو كان بيلعب سيرد باك كويس، وكان دايما يعتمدوا عليه في النادي وفي المنتخب. ديفنس الاهلي الجامد دي الزمن الجميل المحترم المؤدب الاخلاقي اللي كان بيأدي، اللي كان مخلص للفانيلا، كان اخر يعني مش عايز اقول انه محترم فوق العاده. كان لاعب رزين جدا، وكان مالك خط الدفاع، وبيطلع الكره حلوه قوي، وفي نفس الوقت ضابط ايقاع خط دفاع الاهلي او منتخب مصر. كان راجل مدافع جيد ممتاز، وراجل مؤدب في الملعب ومحترم، ووحشنا كتير. هو فين يعني؟ بقالنا مده ما شفناهوش.